بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة هود. وذكرنا جانب من هذه الدروس في المرة السابقة، واستكمالا لهذه الدروس أن بطش ربك سبحانه وتعالى شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ورأينا كيف فعل الله عز وجل بهذه الأمم المكذبة لرسل الله سبحانه وتعالى، التي كفرت بربها سبحانه وتعالى وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأعطاهم الفرصة، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صدق ما جاءت به الرسل، وأيضا على صدق ما جاءت به الرسل من ربها سبحانه وتعالى. ولكن لما كفرت هذه الأمم التي كانت ظالمة لنفسها أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أخذها ربنا سبحانه وتعالى بظلمهم لأنفسهم إن أخذه أليم شديد. كذلك أيضا العبرة والعظة لا يستفيد بها إلا أصحاب الإيمان، العبرة والعظة مما حدث للأمم السابقة لا يستفيد بها إلا أصحاب الإيمان. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن أخره إلا لأجل معدود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فلا يعتبر ولا يتعظ بما حدث للأمم السابقة إلا أصحاب الإيمان الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى ويخافون سوء الحساب. هؤلاء يستفيدون ويعتبرون بما حدث للأمم السابقة، ينظرون لماذا كتب الله عز وجل على هذه الأمم الظالمة الدمار والهلاك، ما هي الأسباب التي من خلالها كتب عليهم الدمار والهلاك، وبالتالي حتى يحتاطوا لأنفسهم ويحذروا أن يسلكوا ذلك المسلك الذي سلكته هذه الأمم الظالمة حتى لا ينالهم العذاب كما وقع على هذه الأمم. وبالتالي العبرة والعظة لا يستفيد بها إلا أصحاب الإيمان. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، الذي يخاف من بطش رب سبحانه وتعالى ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن عقاب الله سبحانه وتعالى، حتجد عند ذلك يستفيد بما حدث الأمم السابقة ويعتبر بما حدث لهذه الأمم. أيضا يوم القيامة يفصل بيننا، يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بيننا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن وخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أن الإنسان حيجازى بعمله، الإنسان مرهون بعمله، وأن الإنسان يجازى بعمله يوم القيامة ليس بعمل غيره. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وأن الناس ينقسمون إلى فريقين في الآخرة، فريق السعداء وفريق الأشقياء، كل على حسب ما قدم من عمل. والله تعالى لا يظلم الخلق شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين عباده، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن وخره إلا لأجل معدود. هذا ويوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فمنهم شقي وسعيد. يبقى الناس ينقسمون إلى أشقياء وسعداء حسب الأعمال، حسب ما قدموا من أعمال، وأن الله تعالى يجازي ويحاسب العبد على عمله، إما أن يكون عملا ويحمله إلى النار، وإما أن عمل هذا الإنسان يحمله إلى
الجنة. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. كذلك احذروا من التقليد الأعمى، احذر من التقليد الأعمى، احذر من اتباع عادات الآباء، فالكل موزون على شرع الله سبحانه وتعالى، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. احذر من التقليد الأعمى، واحذر من اتباع عادات الآباء، فكل العادات والأعراف لابد أن تكون موزونة بشرع الله سبحانه وتعالى. وما كب هؤلاء على وجوههم في النار إلا من خلال هذا التقليد الأعمى لعادات وأعراف الآباء، فالكل لابد أن يكون موزونا بشرع الله سبحانه وتعالى. احذر من التقليد الأعمى، احذر من اتباع عادات الآباء المخالفة لكتاب ربها سبحانه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأبناء ما كفروا إلا باتباعهم لعادات الآباء. يبقى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. كذلك البصيرة، احذر من الصحبة السيئة، ولا بد أن يكون البصيرة في من استقام ومن انحرف، وإن كلا لما لوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى ما المستفاد من هذا القصص؟ يبقى البصيرة في من استقام ومن انحرف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرانا يعني حال من استقام على شرعه وحال من انحرف عن شرع ربي سبحانه وتعالى. من استقام على منهج الله ومن انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، فتكون عندك البصيرة في من استقام ومن انحرف، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأشقياء مآلهم إلى النار وأن السعداء مآلهم إلى الجنة. هذا مآل من استقام على منهج الله، وهذا مآل من انحرف عن منهج الله. وبالتالي العبرة والعظة المستفادة من ذلك القصص هو تكوين البصيرة في من استقام ومن انحرف، مع التحذير من الصحبة السيئة، التحذير من الصحبة السيئة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى ما هو المستفاد من ذلك القصص؟ يبقى ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من هذه الصورة بعد ذلك القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ أن نكون البصيرة في من استقام ومن انحرف. هذا مآل من استقام على منهج الله، وهذا مآل من انحرف عن منهج الله. فكان التوجيه والإرشاد مستفاد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. رأينا طغيان هذه الأمم ورأينا بغي هذه الأمم وكيف انحرفوا عن منهج الله، فأصابهم ما أصابهم من عقاب ودمار كنتيجة انحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أثر الصحبة في الإنسان، أثر الصحبة في الإنسان، فاحذر من الصحبة السيئة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كذلك أدوات تعين الإنسان على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أدوات تعين الإنسان على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، ألا وهي الصلاة والصبر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما مضى من هذه الآيات: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات
أن الصلاة والصبر هي الأدوات التي تعين الإنسان على الثبات على الأمر وتحمل المشاق. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ترك الأمر معروف والنهي عن منكر هو سبب الدمار والهلاك. ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر هو سبب للدمار والهلاك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى احذر من ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر فهو سبب النكبة والسبب جالب لسخط الله سبحانه وتعالى وعذاب الله، سبب جالب للدمار والهلاك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فترك الأمر معروف والنهي عن المنكر سبب جالب لسخط الله سبحانه وتعالى وعذابه، سبب جالب للدمار والهلاك. فاحذر من ترك ذلك الأمر بالمعروف واحذر من ترك النهي عن المنكر، فإنه يجلب على الإنسان المشقة وفي الدنيا والآخرة، يجلب على الإنسان المشقة في الدنيا والآخرة. يبقى عنوان سعادة الإنسان هو في امتثال الأوامر الله سبحانه وتعالى وفي قيام بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، خاصة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بموعوده وأن العاقبة للمتقين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى ما خرجنا به من خلال ذلك القصص القرآني أن العاقبة للمتقين، كما رأينا أن الله سبحانه وتعالى دمر هذه الأمم المكذبة رسلها ونجى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل ومن آمن معهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الثقة بالله والثقة بموعوده وأن العاقبة للمتقين. كذلك أيضا حاجة الإنسان للقدوة، حاجة الإنسان للقدوة فبهداه مقتدي. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى تكوين البصيرة وأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لذلك الدين. حتى لو كان في وقت من الأوقات كان الظهور للكافرين على المؤمنين فهذا لا يستديم ولا يستمر، فكانت نهاية هذه الأمم إلى الدمار والهلاك بسبب بغيهم وبسبب عتوهم عن أمر ربهم سبحانه وتعالى، وكانت أيضا النجاة للطائفة المؤمنة. فالله تبارك وتعالى مكن للمؤمنين ودمر المكذبين، وبالتالي العاقبة للمتقين، المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين. قلنا مهما كان من ظهور الكافرين في وقت من الأوقات فهذا لا يستديم ولا يستمر. ولنا أن نقرأ في هذه السنن الكونية، لنا أن نقرأ بإقراءة واعية في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى. ورأينا هذه السنن الكونية كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. كذلك يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين عباده، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وفي يوم القيامة عند ذلك تجتمع الخصوم. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وبالتالي
يبقى من أهم الثمار التي نخرج بها من هذه الصورة هو إقامة العبودية الحق لله سبحانه وتعالى والتوكل على الله. التوكل على الله سبحانه وتعالى ثمرة الإيمان وإتمام العبودية الحق التي خلقنا يا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. ألا لله الدين الخالص ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله وثمرة الإيمان والأمر كله لله سبحانه وتعالى. الأمر كله لله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الأمور وهو المتصرف في شؤون العباد وشؤون ذلك الكون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إقامة العبودية الحق لله سبحانه وتعالى إفراد سبحانه وتعالى بالعبودية وأن يكون العبد مقبلا على الله تبارك وتعالى بكليته وأن يكون متوكلا على ربي وأن يكون متوكلا على ربي وأن التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. هو ثمرة الإيمان. يبقى الإيمان لو استقر في القلب يبقى وبث في القلب بصورة صحيحة رأينا هذه الثمرة أن العبد لا يركن إلا إلى ربي سبحانه وتعالى ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده. هذه كانت جانب من الدروس التي تستفاد من خلال هذه الصورة ومن آياتها. فصورة هود كما بينا بتحكي لنا أحوال الأنبياء مع أممهم وكيف كانت نتيجة تكذيب هذه الأمم لرسلها أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الدمار والهلاك وكيف مكن الله عز وجل للمؤمنين. ولما إحنا بنقرأ في هذه في هذا القصص القرآني كيف مكن الله عز وجل للمؤمنين قلنا على الرغم أنهم لم يقابلوا قومهم بالحروب يعني لم يكن هناك جيش مع نوح عليه السلام ولا مع هود ولكن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. إن بطش ربك لا شديد فعال سبحانه وتعالى لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يبقى كيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى كيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم. يبقى لم يكن هناك جيش مع هذا النبي وبالتالي قابل هذه الطائفة المنكرة لرسالة الله سبحانه وتعالى وقتلهم حتى انتصر عليهم ولكن ربنا سبحانه وتعالى فعلوا لما نريد. مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى. تصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دمر هؤلاء ونجى هؤلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دمر هذه الأمم المكذبة ونجى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين. يبقى هذه السورة تتكلم على طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ولمن تكون العاقبة. ولقد استهزأ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رأينا ذلك رأي العين من خلال ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى بذلك القصص لكي يطمئن المؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى وأن العاقبة المتقين وأن المستقبل لذلك الدين. ولكن ما هو المطلوب؟ الاستقامة على منهج الله. الاستقامة على منهج الله وفاستقم كما أمرت. مع الاستقامة على منهج الله يأتي النصر والتمكين كما قال ربنا سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلما يعني نجد أن التمكين قد تأخر ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى ولكن هذا تأخر التمكين كنتيجة لتخلف العباد
عن منهج ربنا سبحانه وتعالى أو عن تحقيقهم للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى متى حققنا الشروط تحقق هذا المشروط. يبقى لما نحقق الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه من إيمان وعمل صالح، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، إقامة هذا الدين، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، الاستقامة على منهج الله، يأتي معه التمكين، يأتي معه التمكين. فالله تعالى مكن لطائف قليلة، يعني هذه الطائفة التي آمنت مع الرسل كانت طائف قليلة جدا بالنسبة لأعداد الكافرين، ومع ذلك كيف مكن الله عز وجل لهم الأرض، كيف مكن لهم في الأرض. ورأينا طبعا في قصة نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، يعني هذا ما قال الله عز وجل، يعني كم عدد الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل. ولكن كيف غير الله عز وجل منار الأرض لهذه الطائفة القليلة، هي التي لا تقوى على أن تقابل العدو في نزال أو في حرب، ومع ذلك مكن لها ربنا سبحانه وتعالى ودمر أهل الأرض عن آخرهم لما كفروا بربه سبحانه وتعالى. يبقى لكي تكون على يقين من وعد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين أن العاقبة للمتقين المستقبل لذلك الدين، ولكن ينبغي أن نستقيم على أمر الله حتى يأتي ذلك الوعد وحتى ينفذ فينا ذلك الوعد. فإن تأخر التمكين كنتيجة لتأخر العباد عن منهج ربهم وانحراف العباد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ورأينا ذلك في سورة آل عمران، قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها وقلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن يا ترى لماذا تأخر النص بعدما قد مكنوا من النص ابتداء ثم انقلبت الأمور، قل هو من عندي أنفسكم. يبقى في الأسباب من عندنا نحن، وبالتالي لابد من يبقى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، واحذر من الصحبة السيئة فإنها جالبة لسخط الله سبحانه وتعالى ولعذاب الله سبحانه وتعالى. وكما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل، يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أدي الصحبة السيئة، أثر الصحبة السيئة إزاي إن هي أساسا بتأخذ ذلك الإنسان وتعرضه لعقاب الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب هو الصحبة الصالحة لتعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعين للإنسان أن يستقيم على منهج الله. وقرأنا في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدقوا ربهم سبحانه وتعالى في الإيمان، فظهر أصل ذلك الصدق من خلال السلوكيات والأعمال ومن خلال ذلك الخلق. فهذا مجمل الكلام عن سورة هود، يبقى بتحكي لنا طبيعة الدعوة وأن المستقبل للدين، وطبيعة الدعوة أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الخير، ولكن هم يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا. ولكن سعة صدر الداعية وكذلك ثقافة الداعية، قوة منطق الداعية وقوة حجة الداعية العقلية، وكذلك سعة الصدر، وأن الداعية بيتصف بصفات، صفات حسن الخلق من الحلم، ومن أيضا أن يكون أوابا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى كما ذكرنا من خلال هذه الصورة. بعد ذلك بننتقل إلى الصورة التي تلي ذلك، وهي صورة يوسف عليه السلام. وهذه الصورة بتحكي لنا قصة يوسف عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام وكيف يعني أقدار الرب سبحانه وتعالى كيف أنها نافذة، وأن الله عز وجل غالب على أمره، الله عز وجل غالب على أمره. الصورة دي بتتكلم عن القدر، يعني قدر الرب سبحانه وتعالى، قدر الرب، وأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. قصة يوسف عليه السلام لما بنسير مع القصة بنجد كده بالآراء، يعني يا ترى هل يحقق ليوسف ما تحقق له في نهاية الأمر؟ يبقى الأحداث وهي بتمر علينا كده، يعني كيف حيمكن ليوسف عليه السلام، كيف يمكن؟ ده يوسف ألقي في الجب، وكذلك أخذته السيارة وبقى في الرق،
وبعد ذلك يوسف عليه السلام تعرض لمحنة شديدة جدا، محنة المرأة، وبعد كده ألقي في السجن. يبقى كل الأحداث أبدا لا نستطيع أن نتوقع أبدا أن يوسف عليه السلام سيمكن له أو أن يكون على خزائن الأرض، لا نتوقع ذلك الأمر. ونقول الأحداث كلها بتمر وكأنه يعني كل مرحلة وكأنه بيبعد عن الوصول إلى ذلك الأمر، لكن انظر إلى قدر رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل مشيئته نافذة، مشيئة الله عز وجل نافذة، والله غالب على أمري، غالب على أمري. أمر الله عز وجل لابد أن يحقق لا محالة، ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يبقى رأينا في قصة نوح عليه السلام أن ولد نوح مات كافرا، وأن يوسف تربى بعيدا عن يعقوب، ولكن انظر كيف مكن له ربنا سبحانه وتعالى، حتى نعلم كيف تجري هذه الأقدار كما قدرها ربنا سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام تربى بعيدا عن يعقوب عليه السلام، وحتى ما مر به من أحداث يعني لا نتخيل ولا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يمكن له ذلك التمكين، ولكن والله غالب على أمره، قدر رب سبحانه وتعالى. نرجع كده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه ربنا سبحانه وتعالى لا ما كان ممكن ولا في استطاعتها، ولو اجتمعت أمة على الحق مضر به ربنا سبحانه وتعالى لم يقدرها، لم يكن بممكن ولا في استطاعتهم ذلك، ولكن لن يكون من الأحداث إلا ما شاء الله عز وجل وقدر، إلا ما شاء وقدر. يوسف عليه السلام يلقى في الجب وتأخذه السيارة، وبعدين يباع كرقيق، يبقى بعد ذلك يتعرض لهذه المحنة، محنة المرأة، ثم يوضع في السجن. كيف خرج يوسف من السجن وكيف سيمكن ليوسف عليه السلام؟ ولذلك يبقى في نهاية القصة يعني يوسف عليه السلام بيذكر أيضا هذه النعم التي أنعمها عليه ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يصل له الوقت الذي يتعلم فيه من كتاب رب سبحانه وتعالى، وكذلك كيف مكن الله سبحانه وتعالى ثم جمع هذا الشتات بعد الفرقة، فرقة الأسرة، كيف اجتمع الأمر تماما، وكيف تحققت هذه الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام. حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.